هيخش معسكر مغلق بكره استعدادا لمباراه بيترو اتلتيكو. وبكره انتوا عارفين ان الزمالك طبعا الانتخابات بتاعته يوم الجمعه، فالزمالك بيتمرن بره ملعبه. بكره هيتمرن في الملعب الفرعي في استاد الدفاع الجوي في اطار الاستعداد طبعا لمواجهه بيترو اتلتيكو. وبكره كمان اللعيبه الدوليين اللي كانوا في المنتخب هيرجعوا للتدريبات، ان كان كارتيرون مديهم 3 ايام اجازه بعد العوده من الكاميرون. والفتره اللي فاتت كان الزمالك بيتمرن على ملعب دريم في مدينه 6 اكتوبر طبعا بسبب اقامه انتخابات نادي الزمالك. واللي انا عرفته ان اللجان الانتخابات هتتعمل في ملعب كره القدم في نادي الزمالك اللي هو ملعب حلمي زاموره. وانا يعني طبعا ما كنتش اتمنى عشان الملعب ما يبص ان النجيله طبعا هتتاثر، ان هيكون في يعني الاف من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك يوم الجمعه. فلما الانتخابات اللي هي سرادق الانتخابات تتعمل في ملعب كره القدم دي هتبوظ ملعب كره، هتبوظ النجيله، ان في يعني الاف بقى المرشحين والاعضاء الجمعيه العموميه والدعايه الانتخابيه والناس هتقف عند الصناديق واللجان والقضاء والمستشارين اللي هيديروا العمليه الانتخابيه والناس اللي هتيجي من مديريه الشباب والرياضه. يعني موضوع صعب جدا، موضوع صعب جدا. يعني انا ما كنتش اتمنى ان هو يتعمل في ملعب كره القدم، لكن ده قرار اداره الزمالك. نتمنى ان الملعب ما يتاثرش، لكن اكيد طبعا الملعب هيتاثر، ان هو هيبقى عليه الناس كلها طبعا. الانتخابات هتتعمل على الملعب، هو طبعا مساحه واسعه، لكن ان شاء الله يكون يوم مميز لنادي الزمالك ويبقى فيه تنافس شريف ما بين المرشحين وما نشوفش مشاكل في انتخابات نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي عريق ونادي كبير، والتوفيق لكل المرشحين ان شاء الله.